وحول هذا الموضوع قال سعادة الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية في نشرة سابقة إن رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء ثبتت مملكة البحرين على خارطة العالم لرياضة السيارات. طبعا رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء ثبت مملكة البحرين على خارطة العالم لرياضة السيارات، وبدينا من ذاك الوقت نبني القدرات والجهود لفريق البحرين اللي قدرنا نستثمر فيهم وقدروا يستضيفون أو ينظمون هذا السباق للسنوات. فهذا شيء ميزنا في البحرين وميز البحرين في رياضة السيارات في العالم. واصلنا من هذا النجاح وتم أن ننظم من أفضل البطولات في العالم، وهذا شرف كبير لنا في الحلبة. واليوم بتوجيهات صاحب السمو تمت دعوة أبطال الصفوف الأمامية، وهذا شرف كبير لنا في الحلبة أن نشكرهم على كل جهودهم اللي يقومون لحرص سلامتنا. والكل في فريق البحرين متكامل في هذا الوقت في هذه الفترة، وننطر أن نستقبلهم بكرة إن شاء الله يوم الأحد تاريخ 29 نوفمبر ونحتفل معاهم ونشكرهم على كل جهودهم.